مستشار محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب محمد هشام للحديث عن العملات الأجنبية وأسعار النفط. صباح الخير أستاذ محمد. بداية يعني نلاحظ هنالك حالة من التراخي في أسواق العملات للبنوك المركزية حول قرارات الفائدة، يعني كيف تتأثر أسواق العملات حاليا في هذه القرارات المرتقبة؟ صباح الخير. بالفعل الأسواق في الآن تنتظر قرارات من البنوك المركزية بداية من هذا الأسبوع والأسبوع القادم. هذا الأسبوع تجتمع ثلاث بنوك مركزية رئيسية، هي بنك اليابان وبنك المركزي الأوروبي وأيضا بنك كندا. الأنظار تتجه إلى البنك المركزي الأوروبي بسبب التحديات التي يواجهها بنك المركزي الأوروبي بسبب التوقعات المرتفعة لاستمرار ارتفاع التضخم في منطقة اليورو، وهو الذي قد يدفعه إلى القيام بخطوات جديدة خلال الفترة القادمة من تقليص برنامج شراء السندات أو تقليص برنامج شراء أو برنامج الطوارئ. أيضا ستتجه الأنظار الأسواق خلال الأسبوع المقبل لاجتماع الفدرالي الأمريكي وعدد أيضا من البنوك المركزية، وحاليا الأسواق هي في حالة تقييم للوضع الحالي وكيف ستتعامل البنوك المركزية مع الارتفاعات المستمرة في التضخم. نعم. كل هذه العوامل تؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسواق العملات والذهب خاصة، بسبب انتظار الأسواق ما ستقدمه البنوك المركزية خلال الفترة القادمة وتعاملها مع الضغوط التضخمية المرتفعة في ظل انحسار الإصابات بفيروس كورونا والتعافي الملحوظ خلال الفترة الماضية. نعم، ماذا نتحدث قليلا عن اليوان الصيني؟ يعني اعلن بنك الصين الشعبي عن ضخ تقريبا 200 مليون يوان مليار يوان في لدى يعني النظام المالي، وذلك لدعم الاقتصاد في ظل ايضا عوده للاغلاقات في بعض الاصابات. يعني كيف تاثر اليوان، وهل هو في مقدمه العملات الخاسره يعني مقابل الدولار والعملات الاجنبيه الاخرى؟ الصين الآن تواجه مشكلة في عدة عوامل. تباطؤ الاقتصاد مؤخرا في أبطأ وتيرة له منذ عام، وأزمة الديون العقارية أو الشركة العملاق العقاري إيفرغراند هي مؤثرة بشكل كبير على الاقتصاد الصيني بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة. نعم. وبالطبع الصين هي كانت في مقدمة الاقتصادات التي تعافت من فيروس كورونا أو جائحة كورونا منذ انتشارها، وبالتالي فهي في مقدمة الاقتصادات التي قد تؤثر على الاقتصاد العالمي إذا ما حدث تباطؤ أو عودة للانكماش في الاقتصاد الصيني بعد البيانات الأخيرة. وبالطبع اليوان وبنك الشعب الصيني سيواجه ذلك بالقيام أو بمحاولة السيطرة على الوضع، خاصة عندما رأينا خلال الفترة الأخيرة ارتفاع أسعار الطاقة وكيف أثرت على الاقتصاد العالمي وتدخل الحكومة الصينية للسيطرة على الوضع وتقنين الوضع أو محاولة السيطرة على الوضع. نعم. أستاذ محمد، نتحدث أيضا قليلا عن المعدن الأصفر الذي حاول الوصول إلى المستويات والثبات عند مستويات 1800 دولار للأونصة الواحدة. نلاحظ تراجعا أيضا واضحا في أداء الذهب. ما هي العوامل التي يرتكز عليها الذهب حاليا في ظل الاستقرار الواضح في أسعار العملات؟ الذهب حاليا فشل في اختراق مستويات 1800 دولار، وهي مستويات مهمة للغاية. وكان في الأمس بيانات ثقة المستهلك في الولايات المتحدة الأمريكية هي ما ضغطت كثيرا على أسعار الذهب. بعد ثلاث انخفاضات متتالية أو ثلاثة انخفاضات شهرية متتالية لثقة المستهلك، سجلت قرارات شهر أكتوبر ارتفاع إلى 113 نقطة تقريبا. نعم. وهو الأمر الذي شجع على ارتفاع عوائد السندات وبالتالي ارتفاع الدولار الأمريكي، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر في الوقت الحالي وارتفاع شهية المخاطرة في الأسواق. وكما ذكرت في البداية، الأسواق تنتظر البنوك المركزية الرئيسية وما ستقدمه للسيطرة على ارتفاع التضخم المستمر. نعم. ففي الفترة القادمة سنشهد تداول للمعدن الأصفر في نطاقات ضيقة لحين رؤية ما سيقدمه أولا الفدرالي الأمريكي الذي سيجتمع خلال الأسبوع المقبل، وهذا الأسبوع أيضا بنك المركزي الأوروبي وبنك كندا وبنك اليابان. نعم. محلل الأسواق المالية في إكويتي جروب الأستاذ محمد هشام، شكرا لك على كل هذه التفاصيل.